محمد هنيدي. فاكر الموضوع ده اللي كلمتك عليه اخر مره؟ انا فاكر في موضوعين تكلمتني فيه، اول موضوع ان انا اعمل سيلينج بارتفاعين. انا عملت بص كده في السكشن ده، تمام. انا اوريك السكشن. ده كده بس هيبان احسن في 3D عندك. طب مش هنا. طب انت عملت بقى طريقة. رسمت انا سيلينج خطوط، اوكي، وبعد كده رسمت وول، عملت ليفل لو ليفل سيلينج وهاي ليفل سيلينج، وعملت وول بين الاثنين سيلينج. تمام، الله ينور عليك، كده 100 100. ممكن هنا هنا هترفع هنا اهي. بالظبط تمام، بقى. ظهر اهي. اهي بس لا لا، لو عايز اعمل دي كيرف دي يا عمر، الوول دي اعملها كيرف ازاي؟ يعني ايه الكرفت؟ يعني جايه بميل مثلا كده، زاويه عايز مثلا. هقول لك على حاجه حلوه قوي. الموضوع ده حاجه اللي اسمها ماسنج. الماسنج ايه؟ ديت ماسنج. بس ماشي. تمام. هوريك بتعمل ازاي بقى الموضوع دوت. لو دخلت هنا مثلا في اي دور من الادوار، في القائمه دي، القائمه دي قليله الاول لما ندخل فيها ماسنج اند تايل، اغلى شغل المعماري فيها. لو انا عايز ارسم اي حيطه او اي حاجه مايله، بدخل هنا. تمام. بلاقي حاجه اسمها امبليس ماس، امبليس ماس، اوكي. زي ما انت شايف كده، بتعمل اي تشكيل عشوائي او اي تشكيل زي الفن بتاع زوها حديد او اي حاجه مايله او اي حاجه بكيرف، كل ده بتشكل زي ما انت عايز. تمام. تعالى كده نجرب نعمل حاجه. ماشي، اوكي. مثلا انا عايز ارسم شكل، مثلا مثلا الشكل ده. لاحظ ماشي. ان انا اول ما دخلت في الامر اغلب القوائم اختلفت، يعني في قوائم كتير شالت. تمام. لان هو دخلني في حاجه جديده، لان انا كل البرنامج بقى ماسك، يعني قوائم الكرييت ديت جديده، القوائم هنا في قوائم اختفت. تمام. بعد ما برسم الشكل كده، باجي هنا ادوس كيب شكل واقول له كرييت فورم. هو عمل ايه كده؟ اداله بعد ثالث عشان يبان معايا. لازم ادخل في الثري دي، بدوس على البيت الصغير ده، ابقى كده في الثري دي. يعني انت عشان من السكشن، موضوع السكشن، اجي هنا اقول له لا، انا اخفي لي ال كروب فيو. تمام. طيب هخرج اقول له فينيش ماس، وكده الماس خلص. تمام. عشان نشوف فين الحاجة اللي احنا كنا لسه رسمينها. تمام. طب استنى، طب ما اتوب ان انا مثلا كده. تمام. هو مش كان بره هنا؟ هو العلامة بتاعت السكشن بوكس معلقة ولا لا؟ اهي خلاص. تمام. ادي شكله معايا. تمام. الشكل دوت اقدر اعدل فيه زي ما انا عايز، يعني ممكن اجي عليه هنا. تمام. انا كده عملت حاجه كليك ايه؟ اديت امبليس. الاديت امبليس دي انا هعدل في الشكل.
مجرد ان انا على اي خط، مجرد ان انا على اي خط بيديني انا اعدل فيه كمان، يعني ممكن اخليه مثلا يمين الناحيه دي مثلا او يلف معايا زي ما انا عايز. فكده انا بعمل حاجات اللي هي المايله بالشكل ده، مثلا اقول له روتيت، بص امر روتيت اللي هو في موديفاي روتيت، ماشي انا كده بلف الشكل شويه. تمام، فكده كده اي شكل انت عايز تعمله في الطريقه ديت. تمام، بقى اقول له ايه فينيش ماس. طيب هو دلوقتي عمل ماس ما عملش حيطان، عايز اعمل حيطان اعمل ايه بقى؟ ماس اند سايز، بلاقي عندي حاجه اسمها وول جنب منه تقف عليه وتدوس عليه هيعملوا لك حيطه. تمام، هيعمل لك الحيطان بالشكل اللي انت عايزه. جرب ان انت تعمل ماسنج دي في الحيطه في سيلينج اللي هو المايل دوت، ان انت تعمل ماسنج هتلاقي الموضوع بسيط جدا. تمام، وبعد ما تخلص فيه تجيب ماسنج اند سايت وتعلم على الوول وتعلم كده، هيروح يحول لك الحيطه دي ايا كان. كل الماسنج اللي انا عملته ده الوول مش كده؟ هيحول لك ده الوول، كل جنب بيحوله الوول. تمام، وممكن تيجي تقول له مثلا في الاخر خالص تقول له حول لي ده الروف. تمام، دي طريقه من ضمن الطرق اللذيذه قوي اللي انت تعمل بيها حاجه بسرعه. الطريقه الثانيه برضو معاك يا عمر. بص هتلاقي حاجه اسمها كومبوننت في الاركتشر، بقول له موديل امبليس. ايه موديل امبليس؟ يعني هبدا اعمل حاجات بسيطه كده في نفس المكان كان انا بعمل فاميلي جديده. هقول له انا عايز حاجه ارتكشر، واقول له الحاجه الارتكشر دي نوعها سيلينج. وابدا اعمل الشكل اللي انت عايزه. يعني ايه الشكل اللي انت عايزه؟ ممكن اجي هنا اكستروجن اي شكل. طب الحاجه اللي انا هعملها دي، لا ثواني، الحاجه اللي انا هعملها دي في الحاجه اللي انا هعملها دي هعملها جوه كفاميلي ولا الدرونجز بتاعتي نفسها؟ هي موجوده في قلب اللوحه. تمام، موجوده في قلب المشروع دوت. تمام، ممكن تخرجها بعد كده، او ممكن اعملها سيف از واخرجها كانها فاميلي. ماشي. تمام، يعني سيرنج واحد ده كفاميلي. تمام، وكده دي طريقه لذيذه قوي ان انت تعمل حاجه يكون شكل غير متعرف عليه. تمام، الاوامر سهله وبسيطه سواء في الماس او في الكومبوننت ديت. شكل اهو، المهم يكون شكل مقفول. تمام، اول ما بعمل شكل مقفول هو بقى بيديله الاكستروشن بتاعه، وممكن تغير فيه زي ما انت عايز. طب انت معلم عليه عمر، انت معلم عليه وكنت مسميه سيلينج قبل كده ومش مسميه حاجه، لما في البروبرتيز مش مسميه حاجه. ثانيه واحده، انت لو وقفت عليه دلوقتي هو بياخد نفس خصائص السيلينج. ماشي، سيلينج. بص اهو، تمام، ده بيفيدني في ايه؟ اقدر مثلا عندي مثلا عايز ارسم عمود على شكل حرف تي. كومبوننت ايه؟ الكولم. تاني واحد، تالت واحدة. وابدا ارسم الكولم اللي انا عايزه. اي شكل انت عايزه. الادوات دي سهلة قوي، يعني انت لو بصيت فيها هتلاقيك يعني ببساطة تعرفها. أول واحدة اكستروجن، برسم أي شكل وهو أوتوماتيك بيديله ال 3 دي بتاعه. البلين برسم شكل فوق وشكل تحت وهو بيوصل بينهم. تمام، يعني خلينا نختار البلينت. تمام، البلينت دهوت الجزء اللي تحت، هرسم مثلا وليكن مثلا هرسم مربع، رسمت مربع ماشي اهو كده، اقول له ادي التوب، هرسم انا التوب دلوقتي. مثلا وليكن على شكل دايره المسافه دي، ممكن تكبر المسافه دي. تمام، ممكن مثلا اخليها 2500 مثلا. طب تمام، واقول له ايه خلاص كده انا رسمت لك القاعده اللي تحت والقاعده اللي فوق، وصل بينهم الطريقه دي. صح، ده كده عمود. تمام،
فدي دي الفكره، بحس ان اي حاجه تقف قدامك ما تدورش عليها. انت كده ممكن لو وقف قدامك سيلينج عايز تعمله بشكل غريب، تعمله بشكل مايل، انا هتعمد ان انا ما اعملوش معاك، عايز تجربه كده مع نفسك وتلاقي الموضوع تاني ان شاء الله. ماشي. لا اما بال بموديل امبليس، الاثنين سهلين جدا والاثنين ما فيهمش مشاكل والاثنين هيدوك امكانيه ان انت تعمل اي حاجه انت عايزها. يعني فرض مثلا وانت شغال قال لك اعمل مكنه مثلا بتاع التكييف او اعمل حاجه معينه او حط لي مثلا شكل قبه مثلا او اي حاجه، هتلاقي الحاجات دي هتخلص معاك اي شكل انت عايزه. تمام. خلاص. دي اول مشكله. ايه المشكله الثانيه؟ المشكله الثانيه الفيتنج. هنصح الحاجات دي نزلت. ماشي. بص يا عمر، انت كان عندك مشكله في البيت في بص يا عمر. في المواسير. يعني مثلا انا عملت ايه؟ انا دلوقتي رسمت اي بايب سايز عندي، اوكي، ده السايز ده غير السايز ده غير السايز ده، فاهم ازاي؟ ولما بعمل سيلكشن كده واقول له فلتر، احب اقول له دكت اند ويب سايز، اوكي. انا حطيت السرعه عندي بتاع سرعه المياه عندي الفلويد عندي، او احط زي الفريكشن لوسز، فاهم ازاي؟ بحط هنا ودي بقول له كالكوليت سايز اونلي. شوف لما بقول له كالكوليت سايز فات الايرور. ابعت لي الملف دوت. ايه بقى في مشكله؟ ايوه انا بقول لك ابعت لي الملف. إيه؟ ده هشوف انا، ابعت لي الملف هشوفه. هو غالبا بتبقى مشكله في الفيتنج نفسها. تمام. يعني اللي كمان ممكن يكون فيها مشكله. طيب ينفع ابعت لك دلوقتي من على ال ينفع ابعت لك من زي ما تحب، شوف مساحته قد ايه، لو ينفع الايميل. طيب البرنامج هو ينفع ابعت لك من هنا؟ على اسمه دوت اسواق مساحته قد ايه طيب؟ مساحته انا مش عارف يا عمر، انا عايز مش عايز اسيب كذا نسخه يا عمر من البرنامج. يعني ايه؟ اعمل باك اب. بص كل كلمه 0003 انا بنشاف مسافته ورقم، يبقى ده باك اب من البرنامج. ده المفروض الملف بتاعك اللي هو ما فيهوش الاسبار الكتيره ديت. ما فيهوش. هو استون جراوند فور 3 ده 2. هو ممكن ينفع ابعت لك اي نسخه منهم؟ ابعت حاجه تكون اخي، يعني حاجه تكون ماشي، ابعت اي حاجه بس. ايه ده عمر؟ هو على ما حصل حته المستيك ده لغى البرنامج من عندي، لغى الفايل من عندي اهو. لا لا اهو. طيب خلاص، شوف افتحته قد ايه بس قبل ما تبعته. ميجا. لا لا، ابعتوا لي بقى مثلا على الدروب بوكس او سمع على مرتين وابعثوا على الايميل. هو تبع دروب بوكس. خلاص ماشي. تمام. طيب افتح كده البرنامج كده بص فيه حاجه كده.
عمر، انت عندكم لما بتعملوا ديزاين للبايب بتشتغلوا ايكوال فريكشن؟ يعني انت بتثبت الفريكشن ولا بتثبت ايه بالظبط؟ بص، هو في كل واحد بيصمم طريقة يعني عادي، دي صح ودي صح، بس كان في ورقة كده كان فيها شوية قواعد هشوفها لك بكرة وابعتها لك. كان في ورقة بيقول لي في، مثلا انا عارف هو عايز اتاذك الورقه دي مش كده؟ وريها لي كده. دي احنا المفروض بنشتغل من الرينج ده، من بص لا لا بنشتغل لا في لا الرينج ده اللي لا هو لا، انا من بتكلم مين على برنامج، انا بتكلم على برنامج. في ورقة بتقول لي مثلا ان انا مثلا لو انا احسب تكييف ده؟ في ورقة تانية لو انا احسب تكييف، ايه الحاجة اللي هتتعمل كالكوليتد، وايه الحاجة اللي هتتعمل كذا، وايه الحاجة اللي هتتعمل كذا. لا، في ورقة كده اشوف لك اه بتنظم الشغل شوية. لا اصل احنا شغالين من ده هنا، معظم المكاتب انا شغالة من هنا. ايوه، انا مش بتكلم على الجداول، انا بتكلم على طريقه الريفت نفسه، انا بتكلم على برنامج الريفت. ماشي، طيب. بص يا باشا، هي ايه افتح شويه راس من فايل تاني. ثانيه واحده، اسالك على حاجه كده كانت لاحظتها. هي البي اي ام وورد دي انت بتعمل بيها ايه؟ لوس برنامج عارف اللي هو بيحسب الاحمال، بس طريقته مختلفة عن الطريقة اللي موجودة في بالظبط. قلب الريفت. ما انا شغلت بيه، وده اللي هو بيعمل ريت سبورتات. تمام. هو في شوية ادنس حلوة برضه انا شرحتها في المدونة، لو دخلت النهاردة هتلاقي في كام ادنس كده شرحتها النهاردة. والله يا عمر، دي لي فترة ما بدخلش فيه، نادر جدا لما بدخل من الموبايل او حاجة زي كده. الله يعينك يا هندسة. طيب، انت عندك مشاكل تانية في الريفت؟ ايه؟ عندك اي مشاكل في الريفت غير المشكلة بتاعت البايمنج في ال... ديت؟ لا 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 مفيش اي مشاكل تاني. تمام يا باشا، خلاص انا هشوف فرق ان شاء الله، يعني اول ما الملف يجي ابدأ دي افتحه كانت وابص تمبلت، فيه. كان تمبلت اسمه البرنامج ده، كان كان تمبلت اسمه ال اي سي سي بي اي ام، عارف عارف. فانا اشتغلت عليها على طول. شلت الرسم اللي انت كنت رسمه واشتغلت عليها. في حاجة تانية يا عمر، دلوقتي انا عايز مثلا في الثري دي مثلا عايز اغير الكالرز بتاع الحاجات دي، انت فاهم ازاي؟ الكرب بتاعت ايه؟ يعني مثلا هقول لك حاجة، عايز اعمل مثلا تشيلد ووتر، السبلاي بالازرق مثلا والراجع طيب بالابيض، طيب حاجات زي كده ماشي. يعني، طب ثانية واحدة، أنت عايز تخصص لون للسبلاي ولون للريترن؟ واخد بالك انا قصدي؟ سؤال بس أفهم أنا فهمته صح ولا لأ، اه أنت عايز تخلي السبلاي بلون والريترن بلون؟ اه طيب، دي بسيطة أوي. بص يا سيدي الفاضل، تعالى بس نقف على موضوع invisibility فيهم، مش كده؟ هقولك بس بتعمل إزاي. هي بتبقى حاجة اسمها فلتر، تمام؟ خلي بالك اسم مكتوب هنا إيه؟ هيدروليك سبلاي في سيستم تايب. طيب هعمل انا ايه بقى؟ هدوس في في، تمام؟ لو غيرت هنا مش تفرق معايا، لان هنا كله بايبنج مره واحده، تمام؟ فهنا مش هينفع معايا اللي هو الموديل الكاتيجوري. انا هقول له فلتر، تمام؟ وهقول له ايد. هشوف الحاجات دي هتنفع معايا. في حاجه هتنفع معايا؟ في عندي هي الهيدروليك ريتيرن وهيدروليك سبلاي. طب بفرض ان هم مش موجودين، هم مش موجودين، وان انا اعملهم من اول وجديد. اعملهم ازاي؟ بقول له edit and new، تمام؟ بقول له انا عايز اعمل واحده جديده، ماشي؟ واختار مثلا من غير ما اختار حاجه خالص، اقول له اعمل واحده جديده، واعمل واحده جديده واسميها مثلا HS، يعني هيدروليك سبلاي. هيدروليك سبلاي ده عباره عن ايه؟ عن بايب. هنا هبدا بختار في الكاتيجوري الحاجه بتاعتي، يعني اقول له مثلا دي هتبقى عباره عن بايب. طب مش مفتوح، مش هتطلع مفهوم ميكانيكال؟
لا 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 ده هنا كل دي كاتيجوري نفسها، فاقول له دي عباره عن بايب. ايه البايب؟ نقطة الأرض تشرب بس؟ اه. طيب أقول له هنا ميكانيكال. اه تمام؟ وأجي هنا أقول له إيه؟ أنا عايز البايبنج. بايب فيتنج بايب وبايبنج. تمام كده؟ ماشي. هاجي هنا أقول له فلتر باي. إحنا قلنا هنختار إيه؟ التايب نيم؟ تايب سيستم. تعرف إيه؟ لا ما اصل انت يعني الاسامي نفسها تبقى موجوده ازاي؟ تمام؟ هنا مش مديني غير الدول. طيب يعني احنا مش طيب نيم، احنا المفروض نختار سيستم تايب. سيستم تايب ماشي اهو، كل دول بقى انت شوف بقى انت عايز ايه فيهم. شيل الوضع ماشي، ممكن مثلا هيدروليك سبلاي مثلا. تمام، انت حسب اللي انت مسميه. تمام، هتقول مثلا انا عايز مثلا. تمام، بس انا ملاحظ ان انت عامل ليفل واحد وليفل اتنين وليفل تلاته زي ما انت عايز. اهو يبقى كده ايه لما اختار اتش اس اللي هي عباره عن بايب، السيستم تايب بتاعها ايكوال بيساوي ليفل واحد هيدروليك للسيرن. هيدروليك بقى خلاص سبلاي، احنا مختارين سبلاي هيدروليك سبلاي. تمام؟ ده بشكل دوري. يعني هو يعمل ايه؟ لما يلاقي اي بايب السيستم بايب بتاعها بيساوي القيمة ديت، طبع عليه الحاجات، طبع عليه الحاجات ازاي؟ يعني ال HS ديت، اي اوكي؟ ال HS دي لو قلت لو شلت العامة من دي ما جابش هيظهر. لو شلت العامة دي ما جابش هيظهر. لو حطيت العلامة هيظهر. لا ممكن انا اخصص لون معين، يعني اجي هنا اقول له مثلا اللاين بتاعه هيبقى لونه مثلا اخضر مثلا. ودي بقى كل الحاجات اللي انت عايزها. معاك. هنا بقى ممكن اقول ايه السبلاي مثلا بتاع الدكت نفسه اديله اللون مثلا يكون تمام، اديله اللون مثلا كذا. وممكن تعمل هاتش الباترن ده، يعني هاتش ده مثلا بياخد اللون دوت. اوكي تعال نجرب كده. اوكي شاف الحدود ديت. طب انا مش عايز الحدود بس، انا عايز الشكل كله. ادوس في في فلتر واجي على السبلاي باترن بتاعي ازرق وخلي الهاتش. شوف بقى الهاتش اللي انت عايزه، يعني ممكن مثلا نختار الهاتش اللي هو السوليد اللي هو تيل خالص. اوكي. هي دي الفكرة البسيطة، إن أنا أقدر أتحكم في إيه اللي يتلون وإيه اللي ما تلونش، يعني خالص ما يظهرش معايا. يعني فلتر أقول له أنا مش عايز السبلاي يظهر معايا خالص. تمام، يبقى كده السبلاي ده مش هيظهر معايا. كده لو في ريتيرن، الريتيرن بس اللي يظهر. يعني في ضغطات هتظهرها وضغطات مش هتظهرها. أيوة الريتيرن أهو ظهر أهو. واخد نفس اللون اللي احنا اخترناه. يبقى ده كده غلط عندي دي الدفع. طب يا عمر بص، في حاجه في البرنامج ده، الضغطات دي الاول كان الدايركشن بتاع المكنه غلط. فالضغطات دي كانت على الراجع، بعد كده لفيت المكنه 180 درجه. فالمفروض الضغطات دي بتبقى سبلاي، المفروض يقراها هو سبلاي من نفسه ولا المفروض انا اصلحها؟ يعني هو شال الكونكشن اللي هنا عشان في السبلاي، انت واخد بالك؟ تمام. حتى ليش شغال عشان سبلاي؟ طب ما توصل اوصل المكنه بيها او عرف الدكت نفسه ان ده سبلاي. يعني اجي هنا اقول له الدكت دوت. هو انا مش قاري، مش عارف ليه. لا هو مش راضي يجي معاه اصلا. طيب لو مش قاري يبقى عشان هو مرتبط بكذا حاجه. ممكن اعمل ايه بقى؟ افصل الحاجات اللي مرتبط بيها واوصله تاني.
المكنة دي سبلاي ولا اير ده سبلاي كل ده اير تيرمينال الاير تيرمينال سبلاي برضه. طيب خلينا الغي الحاجات ديت. الكونكتور دي هلغيها مؤقتا. هو المفروض في كونكتور هنا. هو السي اتلغت ولا ايه؟ ليه؟ ثانية واحدة في في غير السبلاي. الكونكتور نفسه مش كان ملغي، كان مخفي. الكونكتور ما تعتبرش سبلاي. طيب انا ممكن نعمل ايه؟ ممكن الغي ديت تمام وارجع على واحده واحده فيهم. ده مثلا اهو طب لو كده بتاعنا عمر بيهان ماشي. انا بس بفكر في سبب حتى الاسلوب ده اليدوي ده يعني مش اسلوب منطقي يعني. عايزين حل ليه يكون سريع شوية. طيب ابعت لي طيب الملف ده برضه. مش هو ده الملف اللي فيه مشكلة؟ هو برضه بص فيه، هو شكله كان فيه شوية مشاكل كده. اقول لك ازاي تحل بطريقة اسرع من ان احنا نعملها يدوي. انا لو وقفت على الضغط دوت وقلنا له غير وشايفه اصلا ان هو ريتيرن. كل ده عشان انت عدلت المكنه. طب انت عدلت انا شايف ان المكنه دي اليمين اللي قدام زي اللي ورا صح؟ تقريبا يعني. طب انا ممكن نفكر مع بعض كده ان انا لو جيت على المكنه ديت ثانية واحدة لما يخلص وقول له edit family الوصلة نفسها. يعني هقول السبلاي خلاها ريتن وريتن خلاها سبلاي. يعني عندي مثلا الوصلة ديت تمام. دي عبارة عن سبلاي. اقول له لا خلي دي ريتيرن. والريتيرن طبعا هيبقى ان سبلاي. الريتيرن هيبقى ايه؟ ايوه عمر ماشي. بس انت كده هتغير نص المكن ولا هي هتغير نص المكن هيبقى كده ونص المكن هيبقى كده؟ لا المكن كله هيبقى كده. ما المكن كله هيبقى كده بس مش كل المكن كده عندي انا يعني بعض المكن هو اللي قلبت الدايركشن بتاعه. انا فاكر مش كل المكن لفيته. لا 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 يعني مش مشكله ارسمه تاني. لا ما ترسموش تاني، ما احنا عايزين لها حل المشكله دي عشان لو ظهرت معانا. انت دلوقتي المكان الاول كان الناحيه دي هي سبلاي ولا ريتيرن؟ لا كان ريتيرن. وانت قلبته خليته سبلاي. طيب ما المفروض ده كان السبلاي الاول. لا بص يا عمر ده الريتيرن عندي اوكي. الريتيرن القديم ولا الجديد؟ كان متوصل بالضبط. فيت المكنة بقى اللي متوصل بالضغط السبلاي بتاع المكنة. طيب ماشي ابعتها لي برضه وابص فيها واقول لك ان شاء الله نوصل لها الحل باذن الله. عمر ايوه هو البرنامج ده فيه كاميرا مش كده؟ ووك يعني لو عايز امشي جوه المبنى نفسه. طيب بص الكاميرا والووك. فاكر انت موضوع البيت من هنا مش كده؟ باجي هنا البيت اللي فوق في سهم صغير جنبي. 3D ال 3D في بيت في سهم صغير جنبي. بدوس عليه ده بدوس عليه
بدوس عليه بيطلع لي كاميرا. في الكاميرا بروح حاطط في نقطة معينة واسحب على المكان اللي انا عايز اشوفه. تمام، ده كده هيعمل لي ايه كاميرا. ماشي. ده الشكل هو بالكاميرا. الورك ثرو بقى اعمله ازاي؟ ان انا امشي جوه المبنى هعمل ايه بقى؟ هاجي هنا الورك ثرو هنا واقول له انا عايز ورك ثرو. انا هقف هنا وهمشي كده. تمام، طبعا ده شكل عشوائي. انت بقى ايه ممكن عارف انت بقى تمشي في الطرقه تخش مكان، انا بس بعمل لك شكل عشوائي كده. تمام اهو. تعمله مظبوط. خلصه تقول له فينيش ورك ثرو. تمام بعد كده اقول له ايه اديت ورك ثرو، او اقول له انا عايز وريني بقى الشكل دوت. اقول ورك ثرو في الورك ثرو. تمام، هو كده فتح لي الورك ثرو. هبدا اظبط الشكل بتاعه. طبعا الشكل بتاع الميكانيكال ده مش هيعجبني، انا عايز اشوفه كمعماري انضف. يعني اقول له عايز اشوفك معماري بحيث ان الحيطان تبان حيطان حقيقيه، حاجه مخطوفيه في تبقى ما تبقاش ظاهر، او اقول له ميكانيكال بس يعني انت تشوف انا الشغل بتاعك هيبان او انت هتعرضه لمين. تمام، واختار اول فريم. او ممكن اجي على طول اقول له الفريم رقم 0 واقول له ايه اعرض لي الورك ثرو. قلب المبنى. انت تقعد تظبطه بقى بحيث ان انت مثلا عارف هتمشي في اي طرقه وهتخش اي مكان، بحيث يبقى كلام منطقي ان انت مش وانت ماشي تخترق الحيطان. ماشي خلاص خلاص. هو لذيذ وظريف بس هو الموضوع البايب ده، الموضوع البايب ده اللي واقف معايا شويه. طيب مشكلته ان هو بيهنج معاك صح؟ الو ما انا هفتحه. ايوه عمر بص فيه وشوف ايه المشكله. غالبا ماشي. طب بص الدروب بوكس يعني غالبا لو انت غالبا هيبقى مشكله في الفيتنج. تمام، فلو المشكله فعلا فيتنج هبعت لك انا فيتنج من عندنا، فيتنج يكون سليمه، مجرد ان انت تغيرها تلاقي ان شاء الله الموضوع اشتغل معاك بدون مشاكل. وشوف الملف اللي هو احنا كنا حطيناه المره اللي فاتت لو انت فاكر، اللي هو لوك اب تيبل، ممكن يكون لو هو معمول غلط يضرب يعني، حاول تنزله تاني وتحطه. عمر انا اقف عليك كده واقول سند دروب بوكس مش كده؟ ماشي وكده بيحمل مش كده؟ هو فين؟ انا مش شايف الصورة لسه ما جاتش عندي. المفروض بقول له ابعت للدروب بوكس خلاص هيبدا هو بقى يحمل. لما يخلص بس ابعت اللينك وانا خلاص تحميل. ماشي خلاص وانا هنزله ان شاء الله وابدا ابص فيه. و 90% هيبقى مشكله الفيتنج، هي الفيتنج دي اللي ساعات بتخلي البايب يضرب. ما انت بعت لي بقى فيتنج متهيألي هنا اهو. ابعت لك تاني، ابعت لك مشروع فيه الفيتنج سليمه. ابعت لك مشروع كامل، مشروع كامل فيه الفيتنج، فتشوف الفيتنج لو هي طبقت معاك بدون اي مشاكل ماشي تروح محملها بقى تاني. خلاص اوكي يا عمر. ماشي 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 هندسه، متشكرين يا باشا. علي يا باشا، مبروك العيله الحمد لله وصلوا بالسلامه. الحمد لله رب العالمين. تمام والله. واحد فيهم اسمه هم قاعدين بتاع شهرين، احنا قعدنا فتره كده ما كانش فيك. انا عارف قعدت فتره كده مريح خالص، لا بروح شغل ولا بشتغل ولا بعمل اي حاجه. لا 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 خير خير. يا دوبك المشروع ده بدات فيه لما كلمتك اخر مره. الله يكرمك. بقول لك هندسه، انت الحصر مهم بالنسبه لك؟ جدا.
طيب انا لقيت حاجه جميله جدا، ان انا ممكن احصل على حاجه 2D. ازاي؟ هجهزها لك واقعد معاك اشرحها لك. هو برنامج ماشي كحصر مش قصدك على سكيدولز؟ انا بتكلم على حاجه غير الريفت. لو انا عندي حاجه 2D ومش عايز احولها ل3D، ففي حاجه كده هبعت لك التفاصيل بتاعتها ونبدا نشوفها مع بعض. انا الحمد لله وصلت لمستوى حلو فيها وخدت فيها شهاده من اوتوديسك. تمام. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها كوانتيتي تيك اوف. كوانتيتي تيك اوف. هبعتها لك. سمعت انا انا جربته وشغلت عليه وخدت فيه كورس كده الحمد لله، فبعت لك ال الو انت عايز تبقى